صباح الخير. قهوتنا دائماً بتكون مع أشخاص بيشتغلوا في هذا البلد، بصحوا الساعة 7 الصبح وفي معظمهم بصحى قبل هذا الوقت بكثير. اليوم قهوتنا رح تكون مع نجار، هذه المهنة اللي توارثها عن أشخاص هذا المحل انفتح منذ عام 1960. صباح الخير سيدي. صباح الورد. تفضل، هاي قهوتك. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفنا بحالك أكثر. أنا اسمي حجاز أبو رجب، أنا تعلمت بهذا المحل من 98 والحمد لله صار هذا المحل إلي. الحمد لله مبسوط يعني. الحمد لله رب العالمين. طيب الناس حتسأل تحكي لك نجار بفتح الساعة 7 الصبح، ليش؟ والله هيك تعلمت وهيك تعودت. يعني ما بتخلي الشغل يبات أكثر، فبتصحى الساعة 7 الصبح. أي ساعة بتسكر؟ على 5. من 7 للخمسة. لأنه المصلحة إلك مش لأنك شغيل، ولا حتى لما كنت شغيل؟ حتى لما كنت شغيل نفس الإشي، كنت أفتح على 7. تفتح على 7 وتسكر الساعة 5 المساء. الساعة 5 بسكر. طيب الخشب تطور صح؟ مزبوط. وتطورت هذه الصناعة أكيد. وهذه المهنة وصار في مصانع للأخشاب. أنتوا اليوم كمحلات موجودة في الأحياء الشعبية، كيف هذا أو وجود الصناعات المتطورة كيف أثر على شغلكم؟ والله الصناعات يعني المصانع ونحكي الصناعات الصينية والتركية أثرت علينا كثير. يعني بطل في شغل للبلد. حلو. أسعار الخشب بتغلى أكيد، وفي هذا السوق زيه زي سوق الحديد والذهب بأنه في أسعار متذبذبة. بتتابع الأسواق؟ أكيد، يعني في عندنا الخشب ارتفع تقريبا 200% خشب السواد. هذا أثر علينا كثير، بطلنا نشتغل ما في شغل. حلو. طب لما تصحى الصبح بتسمع أخبار؟ بسمع. إيش الخبر اللي بحزنك وإيش الخبر اللي بفرحك؟ اللي بفرحني إنه نسمع أخبار حلوة للبلد تخص بلدنا، والأخبار السيئة نسمع يعني أخبار سيئة صارت مثلاً فلسطين. وفيما يتعلق في الأمور اللي فعلياً بتمسك، يعني زي الكهرباء، المي، البترول، الأمور هاي تستنى كل آخر شهر لما يجي تسعيرة النفط، تستنى أكيد. تشوف بدك تشوف ارتفع النفط ما ارتفع النفط. يعني البنزين بهمنا كتير لأنه مش ملحقين. أنت بلشت فيها من 25 سنة تقريباً. تقريباً. عم بتحاول تورثها لحدا؟ أكيد. أبنائك؟ أكيد. لا، فتحت أبنائي. أسرة من وراء هذا الشغل؟ طبعاً. وعندك أولاد ما شاء الله؟ الحمد لله عندي ولدين وبنت. طيب أبنائك حتخليهم يكملوا دراسة بعدين ينزلوا؟ إن شاء ولا الله. ولا أنت مكمل دراستك؟ أنا ما كمل الدراسة، أنا طلعت من المدرسة بصف الثامن. إيش بتوجه رسالة للشباب اللي قاعدين بيشوفوك اليوم؟ بوجه رسالة للشباب يعني يندفعوا للصناعات، لتعليم الصناعات أحسن من الدراسة، لأنها بتفتح بيوت. بتفتح بيوت وفيها استقرار. يمكن فيها استقرار رغم أنه في معوقات. في معوقات كثيرة، بس دائما تسعى كل يوم الصبح لما تصحى تسعى لتذليل هذه. أكيد أكيد. بسم الله، أول ما أطلع من بيتي بحكي بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وضلني طالع. الله يوفقك. شكرا لك. شكرا لك. وهذه مهنة من المهن اللي تعرفنا عليها وشربنا قهوتنا معاها.